بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري. أربعة أحاديث تغنيك عن الاستماع أو الحضور لدورات التنمية البشرية، بل هي التنمية الشيطانية التي اجتاحت العالم، ومع الأسف كذلك العالم الإسلامي، التي تعلمك كيف تثق بنفسك. وكما قال الإمام علي عليه السلام: إن الثقة بالنفس لهي أكبر مصائد الشيطان. إنما الثقة ثقتك بالله عز وجل، لا تثق إلا بالله، كما قال الإمام الجواد عليه السلام: من وثق بالله أراه السرور، وليس من وثق بنفسه. من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل على الله كفاه الأمور. وكما يقول الإمام علي عليه السلام: لا عزة ولا وجاهة ولا خير إلا في طاعة الله. فلان بالتنمية البشرية يقول لك: لا، اعتمد على طاقاتك واعتمد على قدرتك، وأنت لديك طاقة كامنة، وأنت حتى يوصلك بأنه يريد. لا تدعو الله عز وجل، بعد ذلك لا ترفع يديك للدعاء، بعد ذلك تستغني عن الله عز وجل، تتصور بأنك بطل العالم وأنت بالعكس أصبحت ضعيفا من دون الله عز وجل. إنما القوة لله وللمؤمنين الذين توكلوا على الله. التنمية البشرية عبارة عن تنمية شيطانية تافهة لا حقيقة لها. يعيش المستمع أو الذي يحضر هذه المحاضرة ساعة في الأحلام، يخرج وهو يتصور في ساعة بأنه يستطيع أن يستغني في ليلة وضحاها، ويكون بطلا في ليلة وضحاها، ويكون بهذه الصورة من الذكاء والفطنة وقوة النفس والطاقة الإيجابية وعدم السلبية بمحاضرة واحدة لا قيمة لها مطلقا، لا تغير شيئا أبدا. واعمل استقراء، اعمل استقراء لهؤلاء الذين حضروا محاضرات التنمية البشرية والذين لم يحضروا تلك المحاضرات للتنمية البشرية الشيطانية. استقراء عالمي، استقراء عالمي، بأن الذين يحضرون هذه المحاضرات للتنمية البشرية قد فشلوا في جميع وظائفهم، وعاشوا حياة ليست بالحقيقية، ليست بالواقع. تأتي إليهم أعمال ويتصور بأنه أفضل من هذا العمل، يتصور بأن لديه طاقة أكبر من كل طاقة، فيعيش حالة الجهل، يرفض هذا ويرفض هذا ويرفض هذا، يتصور أنه هذا ليس مكانه، إنما مكانه شيء آخر، ويبقى فاشلا. أما الذين لا يحضرون هذه التنمية الشيطانية والتافهة، تعاملوا بواقع وبجدية بالظروف التي مع الظروف التي يعيشونها، فوصلوا إلى مبتغاهم. على كل حال، أربعة أحاديث تغنيك عن الاستماع لهذه المحاضرات في التنمية البشرية المزيفة. الحديث الأول، وهو للنبي صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا هو ببساطة وبكل تفصيل مهارة ضبط اللسان. هم يقرؤون محاضرات ياما بالمئات، كيف تضبط لسانك وكيف تقنع الآخرين بلسانك وببلاغتك ولباقتك وإلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله سيد البلاغة، سيد العربية، خير من نطق بالعربية. قال بخصم الكلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه هي مهارة ضبط اللسان، انتهى الأمر. المهارة الثانية ما قاله النبي صلى الله عليه وآله:
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا يدل على مهارة ضبط الفضول. كي تتخلص بأنك تكون عفوا فضوليا، ويدخلك في مشاكل كثيرة. هاي مهارة ضبط الفضول، انتهى الأمر. المهارة الثالثة، لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا النبي صلى الله عليه وآله وقال لا تغضب لا تغضب، وهذه هي مهارة ضبط النفس. المهارة الرابعة والأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه هي مهارة سلامة القلب. هذه المهارات الأربعة تكفيك عن جميع تلك المحاضرات في التنمية البشرية المزيفة الشيطانية: مهارة ضبط اللسان، مهارة ضبط الفضول، مهارة ضبط النفس، ومهارة سلامة القلب. تجمع هذه المهارات أهم جوانب الشخصية الناجحة والإيجابية وتطوير الذات وبناء الثقة، وكذلك تقدير الذات وفن التعامل مع الآخرين والتخلص من العديد من المشكلات النفسية. والحمد لله على نعمة الإسلام. المشكلة بأن هؤلاء يذهبون إلى الدراسات الغربية وإلى فلان وفلان ويتركون الذهب المصفى، يذهبون إلى تلك المعادن التي لا قيمة لها ويتركون الذهب المصفى، محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. وهذا ما يدل إلا فقط على قلة عقلهم وفهمهم. وكذلك مع الأسف الشديد هؤلاء لا يعرفون ما يملكون، وباللهجة العامية اللي ما يعرف للصقر يشويه، مع الأسف الشديد. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. لا تنسون من فضل دعواتكم دائما وأبدا، ونحن كذلك لا ننساكم من الدعاء والزيارة تحت القبتين المستجابتين لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، وكذلك للإمام الحسين عليه السلام، وحياكم الله تعالى.